بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة ناخد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري ومسلم متفق عليه، وده أعلى درجات الصحة، الحديث متفق عليه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن كعب بن مالك ابن سيدنا كعب بن مالك، وكان قائدا، كان اللي هو مين؟ عبد الله بن كعب بن مالك. كان قائد كعب من بنيه حين عمي. سيدنا كعب كبر جدا لغاية لما عينه أصابها العمى، كان كبير جدا، وكان ابنه اللي بيقوده عشان يوديه المسجد يوصله. وكان أي عبد الله قائد كعب من بنيه حين عمي. قال اللي هو عبد الله: سمعت كعب اللي هو والده يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب، سيدنا كعب بعد ما كبر ولغاية لما بقى عنده يعني سنوات طويلة، يعني طاعن في السن لغاية لما عمي، ولسه فاكر القصة ولسه بيحكيها عشان الناس تستفيد من التجارب اللي بعد كده. مهم جدا ان الانسان لما يبقى عنده تجربة، حتى لو هو اخطأ فيها، ان هو يقولها للناس. مش لازم الناس تغلط نفس الخطأ بتاعك. الله عز وجل سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قص علينا قصة أبينا آدم، وهو أبو البشر سيدنا آدم، والرغم أنها تجربة أخطأ فيها أبونا آدم، فقال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أخطأ ثم تاب، فكان الخبر بهذه القصة نبراسا لنا حتى لا نقع فيما وقع فيه أبونا آدم. فكذلك كعب مالك لما كبر، مهم جدا أنك أنت تنقل تجاربك للآخرين بحيث أن هم إيه يستفاد. قال كعب، بدأ القصة: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه. إنما خرأنا هارة شوية واشرح، ماشي؟ مش حاجة تقول لي أنت إيه يعني واحد حاجة أفضل. لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. تخيل لما واحد كل غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بيشارك فيها، معنى كده إيه؟ معنى كده إنه ما كانش بيسمح الظروف اللي هتأثر عليه. أصل مش معقول كانت ظروفه مناسبة في كل الغزوات، لا. يعني تلاقي مثلا إن واحد يحافظ على حاجة مستمرة محافظ عليها، معنى كده إن هو حاطط دي فوق الظروف، لأن الظروف متغيرة. لو الإنسان ساب مثلا حضور الدروس أو صلاة الجماعة أو طلب العلم أو سماع أي حاجة أو بناء إيمان أو حفظ القرآن، لو ساب الحاجات دي حسب الظروف، الحاجات دي مش هتستمر. إنما لازم الإنسان يخلي حاجة فوق الظروف، وده بيبقى بلاء من الله عز وجل. العبد بيختبره هيستمر بالرغم من تغير الظروف ولا لأ، معايا؟ لأنك أنت في وقت، لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الصلوات في اوقات مختلفه، الابتلاء ليك انك تستطيع انك تنفلت من الدنيا وضغوطاتها وتروح تصلي في المواعيد المختلفه، سواء كنت نايم سواء. لذلك اكبر معادين الفجر والعشاء كان بيتخلف، دي يعني كانت دي علامه من تخلف مين اللي بيتخلف عن هذه الصلوات؟ المنافقين. كان الدنيا بتبقى مظلمه ومش باينين، فما فيش دافع قوي انه يروح. بقيه الصلوات بيبقى فيه نور، ما كانتش بقى الدنيا منوره بقى بالكهرباء، فبقيت الصلاة عشان ما يتقالش عليهم منافقين كانوا بيحضروا، لكن الفجر والعشاء مش باينين قوي، ما بيبانوش قوي وسط الناس، فما كانوش لازم ايه يحضروا. فمعنى ان سيدنا كعب ده مش مجرد بقى ان هو صلاة الجماعة او حفظ القرآن او طلب علم، ده غزوة، ده جهاد، يعني ممكن ما يرجعش منها او يرجع ايده مقطوعة. فلم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط الا غزوة تبوك. كانت غزوة بدر، هو بيقول انا تخلفت عن غزوة بدر، بس غزوة بدر ما كانش فيه الزام. النبي صلى الله عليه وسلم خرج، هو يقول دلوقتي بيقول ايه: انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اي في غزوة بدر والمسلمون يريدون عير قريش. يعني الامر ما كانش في الاول مبني على انه غزوة، هم كانوا طالعين عشان ايه؟ يقطعوا العير بتاعة ابو سفيان بحيث ياخدوا الاموال بتاعة المهاجرين، عايزين يستردوا اموال المهاجرين. حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. فده سبب من وهنا نقطة مهمة قوي برضو ان سيدنا كعب الملك تعلم منها، ان مش معنى الموضوع مش ملزم ان انا ما اطلعش، لان ده بيسبب ضعف في العزيمة. مش لازم، مش معنى. لذلك لما تخلف عن بدر حاول يحافظ على كل الغزوات بعد كده والتزم بها.
ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. تاني بيقول أنا بقى ما شهدتش بدر، لكن شهدت العقبة اللي لما مجموعة من الأنصار راحوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إن هما ينصروه ويمنعون منه نساءهم وكما يمنعون من نساءهم وأموالهم. بيقول أنا موضوع العقبة ده بالنسبة لي كان أحسن من بدر، بالرغم إن الناس عندها اللي بيشهد بدر ده أفضل، وده أفضل فعلا. نقطة مهمة قوي إنك أنت برضو ممكن تختار صغر، مش لازم يبقى هو المشهور عند الناس، يعني مش لازم الأفضل عند الناس يبقى أنت اللي تعمله. يعني تأثير حب الناس لبدر ما أثرش على إن سيدنا كعب يحب إيه ليلة العقبة، لأن العقبة كان العدد قليل وكان دي بداية النصرة وكانت أخطر من بدر وكان الأمر فيه خطورة، إن هم اللي فتحوا المدينة. دايما في ثواب بنسميه ثواب الأوائل، أول واحد فتح مكان معين، خلى فيه صلاة، خلى فيه تراويح، خلى فيه درس، اللي بيفتح ده بيجي من بعده يستمره. أول واحد مثلا التزم في مكان، أول واحد أقام الصلاة في مكان، مكان ما فيش فيه صلاة وجاب سجاد وفرش وقال هنصلي هنا، ده ثواب الأوائل، بياخد ثواب كل من يأتي وراءه. فكانت العقبة دي قيمتها. بدأ يحكي بقى قصة تبوك. وكان من خبري، بدأ بقى إيه اللي بيحكي القصة، سيدنا كعب نفسه اللي تخلف. وشوف كمية الصدق اللي بيتكلم بيها، لأنه هو غرضه إن الأجيال تستفيد، وبيكلم ابنه غرضه إن الناس تستفيد، فمش هيقعد بقى يقول إيه غزوة تبوك كانت صعبة وأنا والله كان نفسي أطلع، يعني ما عادش يلتمس لنفسه أعذار كتير. لا شوف بيقول إيه. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، هو لسه يبدأ يحكي بقى بيقول إيه، أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. شوف البداية، ووالله ما جمعت قبلها راحلتين قط، كانش معايا أصلا راحلتين غير في وقت الغزوة دي، حتى جمعتهما في تلك الغزوة. بادئ القصة بيقول أنا ما كانش لي عوز، أنا كنت قوي جدا وكنت معايا فلوس، ويعني ودي كانت أقوى غزوة. فالموضوع مش موضوع أسباب تخلف عن الغزوات، القضية مش قضية الأسباب، مش معنى إن هو ما كانش معاه الأسباب فما طلعش، لا، أنت ممكن يبقى معاك كل الأسباب ويقال لك اقعدوا ما تروحش، وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني الواحد دايما بيفتكر زمان أما كان لسه طالب وبعدين عايز يروح مثلا يحضر دروس للمشايخ، يسافر في القاهرة أو أي حاجة، وكان بقى المواصلات ولا القطر وهنركب وهنوصل إزاي، وكان دايما الواحد يقول إيه، الواحد بس أول لما يبقى معاه عربية والبيت مثلا ما يقولوش حاجة ويتجوز ويبقى حر نفسه أكيد هيجي براحته على طول. جاءت العربية وظهر الكرش، فإيه فلم نذهب لا يمينا ولا يسار، فالموضوع ما طلعش موضوع إيه، ما طلعش عربية ولا حاجة، طلع هي إيه من توفيق من عند الله وعزيمة. الإنسان بيتقرب شبه ربنا، فربنا سبحانه وتعالى بيستعمل العبد. فبيقول وده مهم زي ما قلنا، إن هو كان صادق مع نفسه، غيره تسأله ليه تخلفت عن كذا تلاقيه عنده ايه الف عذر وعذر، والله والظروف وكانت الحقيقة، وانت لو تتخيل وانت مش متخيل، ودايما عنده ايه اعذار، يقدم مئات الاعذار قبل ما يذكر التخلف بتاعه عن غزوة او عن حفظ القرآن او عن حاجة معينة. فبيقول ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه يريد غزوة الا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد. إلا ورى بغيرها يعني إيه؟ يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ده كان دايما الغزوات التانية ما يقولش هي إيه بالضبط، يوري تورية أن إيه ذكر كلام يفهم منه كلام معين تورية. فالغزوة دي قال لا، إحنا لأن العدو كان شديد، الروم أول مرة حارب الروم، دايما نسمع ايه زي ما احنا بنسمع امريكا هما بيسمعوا الروم فارس والروم فارس، اول مره بقى يطلعوا بره جزيره العرب يروحوا بقى يحاربوا الروم، وحر شديد، فكان من الاول لازم الطريق يتعرف، زي بالظبط في قصه غمام الخدود قالوا انك ستبتلى. في احيانا يعني خطوات في الدين لازم تظهرها كامله لقدام، هو الموضوع صعب، عايزين تيجوا تعالوا. فبيقول غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا صحراء، واستقبل عددا كثيرا، ف
تجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد. يبقى دلوقتي بيقول إيه؟ بيقول ليه النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم؟ لأن المسافة بعيدة وفي صحراء وفي حرب وقت جني ثمار، عدو كبير، عدو جديد، كل العوامل دي أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم عشان تبقى واخد احتياطاتك وانت جاي. فيقول كعب: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. هيقول هنا نقطة مهمة كانت أول عامل من عوامل تخلفه عن الغزو وليها علاقة بتخلفه عن غزو البدر، وقال السبب الرئيسي لتخلفه عن غزو البدر إيه؟ كانوا رايحين يركزوا على العير، ما كانش ملزم ان هو كانوا طالعين اللي عايز يطلع هم طالعين يقطعوا العير فما طلعش معاهم معايا. فهو هنا بيقول في غزوه تبوك ايه؟ المسلمون كثير، خد بالك، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يعني مفيش غياب، مفيش ديوان اللي هو ايه يريد بذلك الديوان. فقال كعب: فقل رجل يريد ان يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. فكل اللي بيغيب بيبقى عارف إن غالبا هتعدي، يعني المسلمين كتير خلاص. تبوك ده آخر غزوة، أول غزوة كانت إيه؟ بدر، وآخر غزوة تبوك. أول غزوة جت في سورة إيه؟ الأنفال، وآخر غزوة جت في سورة إيه؟ التوبة، ورا بعض. أول غزوة وآخر غزوة ورا بعض، الأنفال والتوبة إيه؟ ورا بعض في القرآن. فبيقول غالبا مسلمين كتير، وكان اللي بيغيب يعني هيقول لك إيه؟ جت عليا أنا، مش هبان اكيد في الايه، مش هبان في الزحمه، واكيد وما كانوا طالعين مش كل واحد واخد رقم، فكانوا ايه وسط الزحمه، فممكن ما يبانوش، ممكن ايه ما يسالش عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الزحمه، يقول لك مش هياخد باله، هتعدي، لو سال عليا بقول له انا ايه جاي يعني هتعدي يعني. يبقى برضو قضيه الالزام نقطه مهمه قوي، اللي ما بيجيش غير في الالزام ده غالبا بيتغير، بتيجي اوقات معينه بيتغير فيه، فلازم نعود نفسنا ان الموضوع مش لازم يبقى فيه الزام عشان اتحرك. المساله ان انا يبقى عندي انا ذاتيه، مش لازم يبقى فيه الزام عشان اخد خطوات. ما حفظتش قران ليه؟ ما اصل ما حدش تابعني وما حدش الزمني. ما عملتش ليه؟ اصل مش عارف ايه. فتلاقي لازم ايه؟ اغلبنا ما بيجيش غير بموضوع الحضور والانصراف. يعني في حضور وانصراف تلاقي الناس ايه؟ تصحى 8 الصبح بالبصمه تلتزم. ما فيش حضور وانصراف، ما حدش جاي. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف لما البلاء بيكتمل، لان يا جماعه القضيه اصلا تبوك تقريبا يعني تقريبا مجازا عشان ما بقاش على وجه الدقه، لان على وجه الدقه حصل بعض المناوشات، تقريبا ما حصلش فيه حرب، فالغزوه كلها كانت في قرار الطلوع. الغزوه كلها كان ان هم ياخدوا قرار انه يطلع مع الظروف دي، الحر والمسافه والعدو والعدد. وبيقول ايه بقى كمان؟ فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وأنا إليها أصعر. هيموت على الثمار منتظرها. مشكلة إن في حاجة تبقى أنت مرتبط بيها، تبقى أنت هتموت عليها. ذلك لما يوشع بن نون غزا فقال إيه؟ لا يتبعني رجل من ثلاث، حدش يجي معايا، ثلاث أصناف ما يجوش معايا، أنا رأى عايز أنتصر. فطالما أنا عايز أنتصر يبقى أنا عايز ناس لا يخافون الموت، لا يفكرون في الرجوع. لا يتبعني رجل من ثلاث، رجل عقد على امرأة ولما يبني بها منتظر يرجع عشان يتجوز، ورجل رفع أعمدة بيت ولما يضع السقف عايز يكمل بقى البيت، ورجل له إبل أو يعني أنعام منتظر نتاجها. في واحد منتظر يرجع، ده مش عايزه دلوقتي في المعركة دي. فهنا سيدنا كعب منتظر لحظات الثمار، فكانت صعبة علينا وسبب. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا بنقول حديث عشان صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. شوف بقى، يبقى اول وقعه، اول قضيه مساله الايه؟ الالزام. اول حاجه في اسباب تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه عن الغزوة مسألة ان ما كانش فيه الزام، فده ما شجعوش قوي ان يروح. وعلى فكرة ده قيمة انك تصلي مع الجماعة، اصلا اللي بيلزم نفسه بالصلاة مع الجماعة بيلزم نفسه انه يصلي، لما بيضيع صلاة الجماعة تلاقي بعد كده ايه يفرط، يصلي الصلاة في اخر وقتها، ممكن يصحى متأخر الصلاة تروح عليه،
فانت لو تلزم نفسك لا انا هنزل اصلي في الجماعه ده بيساعدك اصلا صلاه الجماعه بتساعدك. فيقول طفقت اخذ لكي اتجهز معه. النبي صلى الله عليه وسلم نازل ومسلمون كل واحد نازل بيعمل ايه يتجهز. فسيدنا كعب بن مالك عشان ما يبقاش منظره وحش فيعمل نفسه هو كمان ايه نازل ايه يتجهز. فطفقت اخذ لكي اتجهز معه فارجع ولم اقض شيء. كل يوم اقوم نازل كان انا هتجهز للايه للغزوه وبعدين اقوم راجع ما اعملش حاجه ما تجهزش ولا حاجه. وبعدين ايه السبب الثالث للوقوع او الثاني واقول في نفسي انا قادر على ذلك اذا اردت. دي اخطر نقطه ان انت ما تاخدش نفسك بالعزم. طب مش هتجهز لا 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 ده انا في لحظه تلاش انا بص انا اهو على انت بس هتلاقيني معاك على طول. لا الموضوع محتاج تجهيز ولو ارادوا الخروج لا اعد له عدة. فكره انت تلاقي دايما دي دايما الواحد بيشوفها عند رمضان يا جماعه رجب قرب خلاص محتاجين لا 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 ما تلاش. طب شعبان قلت لك ما تلاش. طب انا مش قصدي على العيد انا بتكلم على رمضان. فتلاقي رمضان يجي العشر الاوائل عشر وتلاقي بقى ايه الشد العضلي بيحصل على طول في التراويح من اول خمس ايام. ففي حاجات لازم الانسان يعد العده. فكعب بن مالك وده الخطا الثاني انه ما جهزش نفسه من بدري. فقام قايل ايه كل شويه انا قادر على ذلك اذا اردت. الموضوع سهل ما تقلقش انا لو عايز اخلص الموضوع ده على طول انا قادر على ذلك اذا اردت. اللي بيحصل ايه بقى وده اللي الشيطان بيعمله فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. الناس خلت الموضوع جد وفجأة عزموا وانطلقوا. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه بدأوا بقى خلاص يجمعوا ويطلعوا ولم أقضي من جهازي شيئا. بدأوا يطلعوا فبدأ يزعل إيه ده طب هيعمل إيه. ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا. قلت إيه سيبهم بس هحصلهم برضه. شوف النفس انت عارف النفس لو كانت قالت له ما انتش طالع كان لا لا طالع نفسيته ما تستحملش ان 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 ان, إن, إن تخش معاه وش في وش. يعني لما الشيطان يجي مثلا يقول لك ايه انت داخل تنام الساعه 2 بالليل متاخر مثلا عايز تصحى الفجر تلاقي نفسك والشيطان ما يقولكش لا 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 اظبط على 7 ما تصحاش الفجر او اظبط على 8 ما يقولكش كده ما يخشش معاك وش في وش لا لا اظبط براحتك خالص لا لا انا عندك ما فيش مشكله يعني ياخدك ايه واحده واحده. طيب بدا يرن دقيقتين بس ما يقولكش ما يقولكش فجر ايه وبتاع ايه ما تنام ما يخشلكش وش دقيقتين بس دقيقتين. انت عارف ياما ناس نامت دقيقتين وربنا فتح عليهم وفتح دماغهم فتح عليهم وبعدين يقفل المنبه اللي بعده يرن دقيقه ونص دقيقه ونص. طيب يقوم نايم على الكنبه اللي بره لغايه الايه لغايه الظهر طبعا مش لغايه الظهر. فهو سيدنا كعب الموضوع جه معاه كده ما جاش غزوات ايه مش طالعين غزوات لا نفسيته ما تقدرش تقول الراجل بيحضر غزوات على طول عليه وسلم. فالشيطان لما يجي له نفسه لما تجي له تجي له بوسوسه بالراحه ما تجيلوش وش في وش. فقال له ايه انت قادر تجهز طب اجهز دلوقتي لا 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 تجهز دلوقتي ليه اعمل اي حاجه الفتره دي الموضوع التجهيز ده سهل جدا في اي يعني في اي وقت هتجهز. طب ابدا اجهز لا 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 لسه بدري عارف اقوم خلاص الفجر لا لسه بدري اقوم لسه بدري لسه ما قاموش هنزل بدري اعمل ايه والناس اصلا انت عارف بقى تحت وصلاه السنه طبعا في البيت افضل من المسجد استنى هنا كلنا عارفين الايه عارفين اللي بيحصل خلاص. فاللي بيحصل ان هو ايه نفسيته ما تتحملش انه يخرج. فقال له طب انت قادر انك تجهز شويه ده بدأ يطلعوا لا طب ايه المشكله المشكله ايه ما طلعوا خلاص هنحصلهم طيب كويس ان لو لقى مسكن نفسي يسكن بيها طبعا الشيطان ما بيغلبش مع هذه المسكنات. فالناس طلعت خلاص ولسه ما جهزش نفسه فبيقول ايه ولم اقضي من جهادي شيئا. طب هتعمل ايه ثم غدوت فرجعت ولم اقضي شيئا فلم يزل يتمادى بي. كل ده متوقع انه لسه عنده الحته اللي صاحيه من ضميره لسه ما ماتتش فقالت هحصلهم لغايه لما ايه اللي حصل بقى فلم يزل يتمادى بي حتى اسرعوا فتفارط الغزو. يعني طلعوا ومشوا وهو ايه ما راحش وحس ان المسافه ان هم ايه
الموضوع اتفرط منه وتفارط الغزو. شوف بقى بيقول كلمة مهمة قوي قوي، بيقول ايه؟ فهممت ان ارتحل فادركهم ويا ليتني فعلت. يعني حتى في اللحظة دي اللي كان فقد فيها الامل، انا اروح وخلاص ان شاء الله موت في الصحراء، وبعدين قال لا ملهاش لازمة بقى، رجع قال يا ريتني كنت رحت، ان شاء الله ما كانش لازم. انتوا عارفين ان اللي بيروح عليه صلاة الجماعة هو كان ضابط منبه او اي حاجة وينزل يصلي بعد ما الجماعة تخلص بياخد ثواب الجماعة. فانت انزل ليه؟ عشان لما انت تبقى عازم على شيء تعمله ما تعودش نفسك. عارفين القصة المشهورة، مش فاكر مين اثنين من الأئمة يعني، واحد راح زار واحد، فبعد ما رجع راح جاي زاره تاني، قال له ما انا كنت لسه بزورك انت جاي تزورني، قال له ان انا عزمت ان انا ازورك فما بحبش ايه افسخ عزيمتي، طالما انا عزمت حاجة ما اقعدش بقى انوي كل حاجة وما اعملش. فكرة ان هو الموضوع سبق فقال لا يا ريتني كنت رحت وراه. وعلى فكرة مش فاكر مين من ابو خيثمة تقريبا اظن هو ومين من الصحابة برضو النبي صلى الله عليه وسلم سبقه وهو اتحرك هو وابو ذر وراحوا متأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان سبق في غزوة تبوك، فضلوا ماشيين في الصحراء فترة لوحدهم تماما، كادوا ان يهلكوا، ساب حتى الرحلة بتاعته وفضل ماشي، وفين قبل ان يموت هلاكا في الصحراء رأه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى سوادا من بعيد حتى فقال كن ابا ذر، وفي رواية اظن كن ابا خيثمة، وطلع هو ولحقهم. فقال ايه؟ يا ليتني فعلت. ان اخر لحظة وكان فيها امل ما عملهاش وندم عليها، فيا ليتني فعلت. قضايا كتير قوي تقول ايه يا ريتني كنت عملت، وده اللي بيحصل برضه في صلاة الفجر، انك انت ايه لسه ما اقامش، لسه ما اقامش، خلاص بقى اقامه. طب ما خلاص، طب ما انت كنت لسه منتظر الاقامه، طب ما هم اقامه اهو. لا خلاص مش هلحق. طب ما انت كنت بتقول لسه ما اقامه، فخلاص اقامه. انت تصلي لوحدك، لا يبقى شكلي وحش، مش مهم يبقى شكلك وحش، مش مهم. فاحيانا شويه وهو لسه عمال بيتكلم في الفجر والاقامه يلاقي الشروق، ده بيحصل. ففكره يا ليتني فعلت، بقايا العزائم لا تفسخ، قوم على طول وتحرك، فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي، ندم طبعا. شوف ان برضه كان قدامه فترات كتير ان هو يفوق ويروح، قعد يضيع فرصه ورا فرصه، ودي من رحمه ربنا انه بيديك اكثر من فرصه، هو اللي ضيع كل الفرص. طيب بعد ما الموضوع سبق والناس خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه انطلقوا، فبيقول ايه؟ تأنيب ضمير سيدنا كعب، وده هو وصاحبي نزل فيهم قرآن، لأنه هو صحابي فاضل لكن أخطأ. فارق ما بين خطأ الصحابي الفاضل وبين المنافق، لذلك بقيت المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم عادي وما يعني عاملهم عادي زي ما نشوف، لكن دول كان لهم معاملة خاصة وعقاب خاص. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه اللي بيحصل؟ يحزنني أني لا أرى لي أسوة، مش لاقي حد كويس كده كان بيحضر غزوات معايا قبل كده، مش لاقي حد كويس إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق. يعني واحد عارف اللي هو مكتوب بين عينيه منافق، يمشي في المدينة، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. فتخيل يعني إحساس قاتل، بتقول أنا إيه اللي قعدني مع دول؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ وما عادش عارف يروح للنبي صلى الله عليه وسلم. ففضل يعني في أزمة نفسية، إنك تخيل أنا إيه اللي معدني وسط المنافقين دول؟ كلهم منافقين، أو واحد معذور من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في تبوك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى أصحابه، ما فعل كعب بن مالك؟ عمل إيه كعب؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا بيحصل إيه بقى؟ إن ممكن يبقى بيننا وبين بعض يعني مشاكل نفسية معينة بتظهر في القبائل زي دي بقى. فقال رجل من بني سلمة ما بيحبش كعب بن مالك، فقال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفين، يعني عجبته القعدة بقى وقعد فرحان بالهدوم وبثو، قاعد بقى قاعد هناك في الظل عجبته القعدة، تخبيط كده، ايه تخبيط كده، ما ينفعش احنا نعمل كده، يعني ما
حد من اخوانك يسقط ما ينفعش انك انت تتكلم عنه. لذلك وده من فقه الراوي انه لم يسم هذا الرجل، قال فقال ايه رجل من بني سلم، لكن سمى الصحابي اللي دافع عنه. فقال معاذ ابن جبل بئس ما قلت، وده من فقه الراوي. خلاص، وخد بالك مين الراوي هنا؟ ابنه. وابنه جايب الكلام ده منين؟ من كعب. يعني كعب بن مالك مرضاش يسمي اللي طاعن فيه، يعني مع ان بقى بعد كده كان بيقول رجل من سلم انا جيت في القران يا ابا، انت مش كنت بتقول عطفي وبتاع، انا بقى جيت في سوره التوبه، انا نزل التوبه. لا مرضاش ايه، مرضاش يسميه. فقال معاذ بن جبل، دي بعد اخلاق المفروض تبقى بيننا وبين بعض، بئس ما قلت، والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمنا عليه الا خيرا. وما قالوش ايه السبب، بس قال له اللي احنا نعرفه ان كعب بن مالك رجل خير، رجل دين. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو على ذلك راى رجلا اهو مبيضا يزول به السراب، جاي بقى في الصحراء لوحده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ابا خيثمه، تمنى ان يكون صلى الله عليه وسلم انه ابو خيثمه. فاذا هو ابو خيثمه الانصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون، اللي هو الايات اللي في سوره الذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. كان الصحابي ما يبقاش معاه الا حاجه بسيطه جدا ويروح يتصدق بيها، كان معاه صاع من تمر. النبي صلى الله عليه وسلم كله بقى المسلمين ضحوا في غزوه تبوك وانفقوا، فجي ابو خيثمه معهوش غير صاع بس تمر وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. ووصل ابو خيثمه، كعب بن مالك كان اقوى ومعاه راحلتين ولم يذهب. قضية مش اسباب، قضية استعمال. عارف انا احيانا ربنا يرزقنا واياكم الحج والعمرة، يعني احيانا الواحد يقعد يشوف اعلانات الحج والعمرة ويشوف مثلا الاسعار ويقعد يقول ايه، يا سلام لو الواحد معاه مثلا 6,000-7,000 جنيه، لو الواحد عايز يروح هيك، ده الواحد يروح يعمل عمرة كل شهرين. وبعدين تستغرب ان في ناس معاها فلوس ما بتروحش، يعني امال بيعملوا ايه بالفلوس؟ يعني انا بستغرب لا بيشتري بيها كتب مثلا ولا بيطلع بيها عمره، امال بيعمل ايه بالفلوس؟ يعني انت بتستغرب ايه قيمه المال. وتلاقي ناس والله العظيم الواحد انا يعني اكتر مشاهد بتشوفها ناس بقى الباكستانيين والمنطقه اللي في شرق اسيا دول، بتلاقي العجب العجاب. شوف واحد عمال يعد التمرات اللي معاه، شوف واحد في رمضان كل اللي معاه يعده ماسك مثلا 10 ريال عمال يعدهم ريال ريال وشويه تمر، ودول اللي معاه طول رمضان. ويأتيه رزقه إليه، فقاعد كده دول تقعد تتأمل مع في ترتيب ربنا ليه. فالقضية مش أسباب. فأبو خيثمة كان معاه صاع تمر وراح تصدق بيه ووصل تبوك، وكعب بن مالك بيقول أنا كان معايا كل حاجة ما رحتش. خلاص، قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، أي همي، هعمل ايه؟ فطفقت اتذكر الكذب، اقول شوفوا لي اي حاجه اقولها. في واحد متمرس مش محتاج يتذكر الكذب ولا حاجه في ساعتها، وحي شيطاني مباشر وهو قاعد اقول مش محتاج ان هو يقعد يفكر في السكريبت. ناس معاه جاهزه ليه؟ واكتر من سيناريو، يعني مفيش مشكله فرق. يعني بلاش ده، اقول لك ده مش ممكن، اقول لك سيناريو ثاني فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. قعد أفكر، طب هقول له إيه؟ طب أنا كنت أقول له مش قادر. طب فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، راح وزاح عني الباطل الكذب، نسيت كل الكذب اللي أنا قعدت أحفظ فيه، حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا. نسيت كل السكريبتات اللي أنا محضرها كله راح. فأجمعت صدقه، قررت أن أنا أقول الصدق. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك، أي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى المسجد وصلى ركعتين وقعد للناس، جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، المنافقين، وكانوا 84 رجلا. المنافقين كانوا كتير قوي ومعروفين، 81 منافق وكله جاي
والله العظيم اللي معك والله والله وكانوا شوف فلما جاءوا يعتذرون ويحلفون مش جاي يقول كله جاي على طول مجهز الايه العذر والحلفان العذر على طول وكانوا بضعا وثمانين رجلا فقبل منهم علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله تعالى صلى الله عليه وسلم الرحمه مهداه والله صلى الواحد كان جماعهم وربطهم كلهم صلى الله عليه وسلم حتى جئت سيدنا كعب بقى وصل فلما سلمت ده له معامله مختلف تفهم ليه يعني مربي او داعيه او عالم يعلم واحد يعامل واحد واحد زايد فيه اهلا حبيب حبيبي وفي واحد لا انت مش انا هعاتبك وغلطت هحاسبك فانت تستغرب يعني انت تعامل الغريب كده ما هو انا خلاص مش انت طبعا انما فالنبي صلى الله عليه وسلم لا سيدنا كعب ما ينفعش يتخلف كعب بن مالك ازاي يتخلف فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه فلما سلمت عليه كعب بن مالك بيقول فتبسم تبسما مغضب يعني نفس الكلام ايه لم يستجمع تبسم فتبسم ايه تبسم المغضب صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى صوت عالي فجئت امشي حتى جلست بين يديه فقال لي صلى الله عليه وسلم ما خلفك الم تكن قد ابتعت ظهرك مش كان معاك راحله اشتريت حاجه تركبها ظهري يعني معاك راحله قال قلت يا رسول الله شوف بقى زينك اني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذري والله لقد أعطيت جدلا يعني أنا لو أنا يعني بعرف ممكن أقول يعني وكنت مجهز على فكرة حاجات وممكن أقول لكن وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه لو أنا قلت لك الصدق وهتزعل مني لو أنا قلت لك الصدق لكن إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل إن ربنا إن شاء الله يعني هيتدخل لي ده ان انا اقول الصدق ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي لو انا قلت لك الكاذب وانت النهارده رضيت ربنا يسخطك علي ولو قلت لك الصدق انت هتزعل هتجد علي اي تزعل مني ولكن سانتظر العقوبه من الله سبحانه وتعالى والله شو بعد ما قالوا المقدمه دي والله ما كان لي من عذر بيقصد وبيقول والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه أما هذا فقد صدق يعني الباقي كلهم إيه واضحة طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم معنى ان هم يقول لهم ماشي وخلاص هو يعني ايه هم المنافقين كانوا بيفتكروا كده ان هم ضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم ايه اكد سرائرهم الى الله فقال اما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك وصار رجال من بني سلمة ماشيين وراه فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك اذنبت ذنبا قبل ذلك ايه يعني ما ايه المشكله يعني ما تتخلف مره يعني لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي يعني قاعد يقولوا إيه اللي انت عملت حد يقول لي والله ما كنت فيها عذر ده انت عمرك ما عملت ذنوب ايه يعني ما تقول له ما هو استغفر لهم اهو ما هو التانيين منافقين زي الفل وعايشين وبيبلوا وعايشين عادي واستغفر لهم قعدوا يشوف ضغط الناس عليه لدرجه كان هيرجع يقول له لا لا انا كنت بكذب انا كان عندي عذر تخيل من كتر ضغط الناس كان هيرجع فبيقول اهو كدت ان ارجع فاكذب نفسي اقول لا لا يا رسول الله انا فعلا كان عندي عذر بس انا نسيت انا افتكرت كان فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى اردت ان ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكذب نفسي ثم قلت لهم بدا بقى يسال وهنا ايه يتصبر بأحد الناس هل لقي هذا معي من أحد في حد تاني حصل له اللي حصل لي في حد تعرفه صادق غير الأوباش دول في حد صادق قالوا نعم لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت قالوا نفس الكلام الخايب بتاعك إن إحنا ملناش عذر والكلام وقيل لهما مثل ما قيل لك قلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي يبقى مرارة بن الربيع
وهلال بن أمية وكعب بن مالك، دول الثلاثة اللي تخلفوا عن غزو تبوك. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة. قلت خلاص أتصبر معهم، ربنا مش هضيعهم، أبقى أنا إيه طالما معايا اثنين صالحين جايز العذر يحطني معاهم كده، لأن يعني دي ناس، دي ناس كويسة وربنا مش هضيعنا إن شاء الله طالما قلنا الصدق. فمضيت يعني خدت قرار إن أنا مرجعش، لأنه كان هيرجع يكذب نفسه. فمضيت حين ذكروهما لي، قلت لا مش هرجع تاني بقى للنبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الإيه العقابات تبدأ. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، قال الثلاثة دول ما حدش يكلمه، فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض. الأرض نفسها حط حسنا أنا ماشي في أرض غريبة، فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. ده لما كان المجتمع نظيف، إن لما ثلاثة يتخلفوا المجتمع كله يقطعه. عارفين لما مش فاكر مين من السلف ما بيقول لما فاتوا تكبيرة الإحرام فعزاني أبو حازم تقريبا، فبيقول ولو مات لي ولد، أنا مشهور بيقول أنا لو مات لي ولد لعزاني 50,000. لكن الناس مش عارفة قيمة تكبيرة الإحرام. فتخيل لما المجتمع كان عارف قيمة إنه يتخلف عن الغزو وقيمة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجتمع كله بأمر من أوامر النبي ما تكلموش فلان ما يكلموش فلان. وعشان إيه؟ عشان تخلف عن غزوة، مش عشان مثلا عمل كبيرة من الكبائر. فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. وقيل إن دي الفترة قعد، الفترة اللي قعد فيها معاقب كعب مالك هي نفس الفترة اللي رحص النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، نفس الفترة. فكأن انت كنت مستصعب انك تروح وترجع، طب انت قعدت نفس الفترة متضايق وتعبان. يعني احيانا الواحد بيستخسر مثلا انه يقول لك ايه، لا انا مش هصحى الفجر مثلا عشان ابقى فايق، لا انا خليني اصحى على 8 كده عشان ابقى فايق ورايا مثلا حاجة. فيتلاقي يصحى 8 مصدع وتعبان وقرفان وما يعملش حاجه. ده لو ربنا يريد بيه خير، ان يعلمه ان الطاعه اللي انت سبتها هتضيع منك البركه. ده لو ربنا يريد انه يعلمه انه ما يسيبش الطاعه. لكن لو ربنا لا يريده او استدراج يصحى وعادي والدنيا تمشي معاه كويس جدا. ان ربنا يعلمك ان اليوم اللي تضيع فيه الفجر يبقى يوم مش مظبوط، دي تربيه من ربنا. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. كانوا ناس كبار عواجيز قعدوا ما استحملوش الضغط المجتمع فقعدوا يعيطوا في البيت. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، كان شباب. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. الحرص على تنفيذ امر النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلموش وما يكلموش. واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، فاسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاه. يجي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليكم. فاقول في نفسي هل حرك شفتيه يرد السلام ام لا؟ يقعد يبص كده النبي رد عليه ولا ما ردش، هو الناس كلها مقاطعه عادش يكلم ولا يرد عليه. ثم اصلي قريبا منه واسارقه النظر. فإذا أقبلت على صلاتي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا كعب يجي يسلم على النبي فالنبي ما يردش، سيدنا كعب يبص كده النبي حرك شفته ولا لا، فيقوم ايه سيدنا كعب يصلي ويعمل نفسه ايه يبص على النبي كده وبيصلي. فلما سيدنا كعب يركز في صلاته، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، برضه حريص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبص ايه يعني النبي صعبان عليه كعب، بس ده أمر ربنا. وإذا التفت نحوه لما يبص له أعرض عنه، يود وش معك. حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. هنا نقطة مهمة يا جماعة قبل ما نكمل. سيدنا كعب المالك أخطأ لكن واجه الخطأ. مواجهة أخطائنا صعبة لكن بتصلح الأمور. يعني لو سيدنا كعب ما قال لا أنا هكذب، مش هقدر اواجه، مش هقدر انزل المجتمع، انا اسيب البلد دي وامشي، كان هيخسر بقيه عمره
مشكلتنا ان احنا لما بنخطأ ما بنواجهش الخطأ، هو بيدفع الثمن. ما كانش يقول ايه خلاص يا جماعة ما غزوة وعدت ما خلاص مش لازم يعني تقعدوا 50 ليلة تخصموني، لا 50 ليلة نخصم. احنا دايما لما بنغلط عايزين ايه، ما خلاص مش مشكلة ما عدتش عامل كده تاني، لا انت محتاج تدفع ثمن ده. احيانا ناس بتخطأ وتمن خطأها مش قادرة تواجه المجتمع، لا بتواجه المجتمع، الناس تتريق عليك، ما تتريق عليك، ما انت بتدفع الثمن. اصل هيقولوا عليك، يقولوا عليك ايه المشكلة، انت بتواجه المجتمع عشان تصلح غلطتك. اللي بيهرب بيفضل ندمان طول عمره، وما بتتصلحش الخطأ، لا 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 يصلح الخطأ الا بمواجهة. سيدنا كعب قرر انه يواجه، قرر انه يعترف، قرر انه يقول الصدق، قرر انه ينزل المجتمع انه هو يواجه غلطته. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. يعني انا اعرف ناس ربنا يعافينا ممكن ساب الطريق بسبب انه عمل خطأ ومش قادر يواجه اخوانه. الخطأ مثلا اتعرف قال لك لا انا يوم ابعد خالص، انا مش عايز اشوفهم تاني، يوم سافر. طب يا ابني انت يعني بيئة الايمان واخوانك واحبابك، لا مش قادر اواجههم. فبتبقى يعني ضغط على النفس انك لازم تواجه خطأك. فراح لمين؟ لمين انت عشان بتبص في الكتاب؟ ابو قتاد. راح لمين؟ لابو قتاد ابن عمه احب الناس اليه. فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ مشهد فظيع. فسكت ما ردش عليه. فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي، ما قدرش يستحي. يعني سيدنا كعب في اللحظة دي ما قدرش يستحي، عايز يقول له يعني انا الغزوات اللي غزيتها وكله، انت عارف ان انا بحب ربنا؟ فقال له ما اعرفش، الله ورسوله اعلم. وتوليت، نزل بقى مشهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه السلام، يطوف في المجتمع ما حدش رد عليه. راح قال لك ابو قتاده ابن عمي وحبيبي اكيد ايه بينه وبينه كده هيرد عليا، يعني ما ردش عليه. قال له طب انا حتى مش انت تعرف ان انا بحب النبي؟ قال له الله ورسوله اعلم. فنازل في حاله من الغم والكرب وفيضان دموع، ففاضت عيناه. انت متوقع دايما لما توصل للحاله دي ان الفرج هيجي دلوقتي، لا ممكن يتاجل شويه. هو ماشي بالحاله دي وبالازمه النفسيه دي وبالدموع دي، ايه اللي حصل؟ فبينما انا امشي في سوق المدينه اذ نبطي من نبط اهل الشام، تاجر من تجار اهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينه، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ من يعرف كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، الملك ملك غسان، وكنت كاتبا، أنا بعرف أقرأ مش محتاج حد يقرأه لي، وكنت كاتبا فقرأته. فإذا في كل ده، أنا عايزك تخيل ده جاله إمتى؟ بعد الحالة النفسية، ونازل من عند أبو قتادة وبيعيط ومش شايف قدامه. فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم وانت مش وش كده، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، انت مش وش كده خالص، فالحق بنا نواسك. طبعا حد تاني هيثبت شكر، اللهم لك الحمد، فرجت من عند ربنا، شفتوا انا قلت لكم، مش انا قلت لك انا رايح اسيب لكم البلد ورايح لغسان وهيظبطني. فده كان بلاء ازيد. يعني احيانا في الازمه دي ممكن يجي لك بلاء، لازم تظل ثابت. فقلت حين قرأتها، وده فقه كعب بن مالك، وهذه أيضا من البلاء، أيضا زيادة في البلاء. ما قالش بس بقى أحيانا في الأزمة دي يجي لك مثلا حاجة تقول لك هخرجك بره الموضوع ده كله خالص، فتبقى عايز تخرج وخلاص، لا لازم تفضل تواجه. مالك غسان بعت له، وشوف المجرمين، شوف بيتابع، ما هو في 80 منافق في المدينة، مش كان لسه في 81 منافق، أكيد بعته لغسان، الحق ده ممكن يبقى معانا ويظبط. ويعني شوف يبعت واحد مخصوص يسأل على كعب بن مالك، هم عارفين قيمة الراجل، ان هو انتكاسة رجل عارفين قيمتها في ثلمة في الاسلام. فيبعت مخصوص ملك غسان عشان كعب بن مالك. عمل ايه كعب بن مالك؟ فقال هذه ايضا من البلاء. عمل ايه بقى؟ الفقه برضو كعب بن مالك، وده لازم نتعلمه. سيدنا كعب قال الصدق، واجه، نزل المجتمع، تعرض لأزمة،
أقرب الناس إليه باعه أو يعني سابه والتزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومرضاش يروح مع ملك غسان، ما قالش فرجت، وعمل إيه بقى؟ فتيممت بها التنور، راح عند الفرن فسجرتها، ولع في الورق. الجواب ليه بقى ولع في الورق؟ لأن بقى ولو روح البيت والورقة معاه أكيد ورقة جاية من عند ملك، أكيد جواب يعني متعطر ومذهب، خلوا حطه كده وبعدين وقعد بليل. الله ريحة العطر بتاع الجواب. طب أقرأ تاني كده، جايز أنا ما خدتش بالي من طب هو قال إن مثلا عايزني أشتغل هناك قاضي شرعي أكيد، أو هروح يعني أكيد هشتغل في الدين عند ملك غسان الكف. أيوة هروح أكيد الكف ده عايز أساعد الناس على المسلمين مثلا. أيوة يعني هو انا اضعف نفسي ليه؟ انا احترم لحظات قوتي واحترم لحظات ضعفي، انا اروح اولع فيها مباشره. مش انا خدت قرار من شويه اقعد بقى كل شويه؟ طب ما هي مش رايح خلاص، مش انا قلت انا مش رايح ولع فيها، الموضوع انتهى. يعني شوف حتى مش اطحها، ولع فيها انتهى الموضوع. حتى اذا مضت 40 من الخمسين، هو الغزو قعد 50 ليله وهم اتمنع عنهم كلام 50 ليله، عدى 40، كل ده منتظر ينزل وحي، واستلبث الوحي، الوحي تأجل. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، قلت بس يعني هو نزل عند أبو قتادة، الرجل بيقول مين فين كعب الملك؟ ألف ورجت طلعت ملك غسان. النبي صلى الله عليه وسلم بعد 40 ليلة ندى عليه، قال بس. فقال واحد بعته رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد النبي بعته يعني صلى الله عليه وسلم، فقال له يا كعب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك إيه؟ أن تعتزل امرأتك. ده كمان زيادة في البلاء، لا حتى كمان ابعد عن زوجته. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ شوف اللي يخلي كعب يستحمل، وفاهم قيمة ده. أحيانا لما حد بيضغط عليه في وسط مع إخوانه يقول لك يا عم أنتوا تعرفونا يا عم في إيه؟ أنا سايب لكم البتاع. لا أنت برضو استحمل إخوانك، حتى لو يعني أخطأوا معاك أو حتى حد شد عليك استحمل، أنت محتاج لهم. فشوف الالتزام سيدنا كعب، بيقول له إيه؟ أطلقها أم ماذا أفعل؟ اللي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي مرارة بن الربيع وهلال بن أمية بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية، زوجة هلال بن أمية، للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ فقال لا اخدميه ولكن لا يقربنك. فقالت يقربني والله ما به من حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. تخيل واحد قاعد 40 يوم بيعيط، 40 يوم بيبكي على غزو مطلعه. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأتي. الناس ما بتسيبش، ما تسيبك راجل يا جدعان، يجي يقول الصدق يقول له ايه اللي انت عملته ده؟ فراح قالوا له ايه، ما تروح انت كمان تستاذن مراتك تبقى معاك زي اشمعنى هلال ابن اميه. فقد اذن لامراه هلال ابن اميه تقديمه. فقلت لا استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول لي، ما انا ممكن افرض رحت وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استاذنته فيها، انا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة، بحافظ على الصلاة، ما قالش لي يا رب بتعمل فينا كده، لي يا رب ده أنا غزوة واحدة، لي يا رب ده أنا حضرت كل الغزوات، طب والله ما أنا مصلي. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت على اللي هي سورة التوبة، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع مكان عالي زي تل كده يقول بأعلى صوته يا كعب ابن مالك أبشر، فخررت ساجدا. يا كعب ابن مالك أبشر فخررت ساجدا، وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. أول لما صلى الفجر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحان انه بيته بنسبه، وعايز يفرح الناس ان اخونا احنا ما اعتزلناهوش عشان هو سرق مننا فلوس او عشان بيننا مشاكل ورث، احنا مش ربنا قال لنا اعتزلوه، لما ربنا قال خلاص هو حبيبنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبه الله عز وجل علينا حين صلى صلاه الفجر، فذهب الناس يبشروننا، كله جاي يبشره. فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل الي فرسا وسعى ساع من أسلم
قبلي وأوفى على الجبل، واحد من قبيلة تانية جاله وجي من على الجبل، فكان صوته أسرع من الفارس، يعني واحد وقف على مكان عالي وقعد ينادي عليه والتاني جاي له بسرعة، فالصوت سمعه اللي جاي اللي قاعد على التالي ده وصله أسرع، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبية فكسوتهما إياه ببشارته، ووالله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا يهنئني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله، زي ما يكون نجاح كل الناس ألف مبروك ألف مبروك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. اللي سلموا عليه دول كلهم كانوا من الأنصار المهاجرين، يعني ايه واحد ما يجيش غزوة تبوك؟ يعني مهاجرين، يعني مهاجرين هاجروا بقى فبيقول ايه الوحيد من المهاجرين اللي قام يسلم عليه طلحة بن عبيد الله، فصافحني ووالله ما قام رجل من المهاجرين غيره، وكان كعب لا ينساها لطلحة. المهاجرين مش قادرين يقوموا يسلموا على، يعني زعلانين برضه، يعني ايه تغيب عن، يعني ايه تغيب عن المهاجرين؟ دايما دايما اللي بيضحي ضحية كبيرة، فما حد تاني بيغلط غلطة صغيرة هو مش مستوعب. عارف مثلا واحد ايه بيحفظ جزء كل يوم، وبعدين واحد محفظش الورد بتاعه خمس آيات في اليوم مثلا، فقول له معلش سامحني، سامحك ايه يا ابني انت؟ ودي بتبقى عايزة توازن برضه. فسيدنا طلحة جزاه الله خيرا قام. دي دايما المشكلة ان اللي بيقف على صغور عالية ممكن غصب عنه، يعني مش هقول كلمة يعني يحتقر، لكن غصب عنه ايه يصغر او يزعل. فلا لازم برضو ايه يبقى عندنا توازن في النقطه دي، مش معنى ان انا واقف على صغر عالي او قدمت تضحيه عاليه ان انا ايه مثلا ما اعرفش قيمه اللي عمله اخوان. فطلحه قام وسيدنا كعب فضل فاكر الموقف ده كويس، هو الوحيد اللي قام يسلم عليه من المهاجرين. فكان كعب لا ينسى لطلحه، قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور صلى الله عليه وسلم ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امه. فقلت أمن عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمن عند الله؟ قال بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أن أنخلع من مالي أي كله صدقة إلى الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم برضو ساعة الفرح أنت ممكن تأخذ قرارات، يعني أطلع كل فلوسي إلا. فقال صلى الله عليه وسلم مهم جدا بعد التوازن، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يعني انت ممكن لو الداعية يسمع الله ما شاء الله لا قوه هات يا ابن كشك، لكن الناس قال له ايه امسك عليك ايه بعض مالك فهو خير لك. فقلت اني امسك سهمي الذي بخيبر، وقلت يا رسول الله ان الله تعالى انما انجاني بالصدق، وان من توبتي الا احدث الا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت احدا من المسلمين ابلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم احسن مما ابلاني الله تعالى، والله ما تعمدت كذبه منذ قلت ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومي هذا، واني لارجو ان يحفظني الله تعالى فيما بقي. هو كبير ولسه خايف، والارجو ان يحفظني الله تعالى فيما بقي. وانزل الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ قول الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تكملت الحديث خلاص. يعني الشاهد برضو كان في لفتة جميلة كنت قلت لكم أظن قبل كده، كان أبو الحسن الندوي بيقول هنا إن لما نزلت آيات التوبة على الثلاثة ما جاتش لوحدهم، ما قالش لقد تاب الله على الثلاثة عشان ما يتفهمش إن التوبة دي حاجة وحشة، لا بدأت الآيات لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوا سبيله، دي في آية هم جم في آية لوحدهم بس جم معاهم معطوفين عليهم وعلى الثلاثة أي وتاب الله على الثلاثة. فجيت قال أول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وأنتوا برضو ربنا تاب عليكم، لكن لو كانت جت الآيات من غير مش معطوفة على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار وجت بس إيه لقد تاب الله على الثلاثة الذين تخلفوا كان ممكن يظن الناس أن فيها نقص يعني، لكن حتى يفهم ان مقام التوبه ده مقام عظيم شرف حتى للنبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والانصار. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.